هبدأ بحاجة تانية، وبرضه لازم ننسب الفضل لأهله. السبب في هذا الأمر أخونا أحمد صلاح المداح، هو اللي كتب الكلام، وهو يعني اللي سبق بالفكرة. ويا رب كده بسم الله، عايزين نقول شكرا. يا رب تعجبك، يا رب يا رب تعجبك. ممكن تعدي على الناس بقى؟ اه ممكن تعدي على الناس.